النهاردة هنتكلم عن أمر مهم جدا، وهو أمر الـ IP Config. طبعا ده من الأوامر المهمة اللي ممكن تخليني أقدر أجيب الـ IP Address أو الـ MAC Address، وده طبعا سؤال مهم جدا في الانترفيو. أول حاجة بندخل على برنامج الران، بنكتب CMD، بنكتب IP Config. زي ما انتم شايفين جبت الـ IP address، وجبت كمان الـ default gateway والـ subnet mask، وكمان الـ IPv6 address. طب انا لو عايز اجيب الـ MAC address بتاعي اعمل ايه؟ بدوس IP config مسافة slash all، بيجيب لي كل المعلومات او كل الداتا الخاصة بالكروت بتاعتي، بكروت النتورك. جايب لي هنا الماك ادرس بتاع كارت الايثرنت، وفي الماك ادرس بتاع الوايرلس لان ادابتور، كاتب لي الاي بي ادرس، وكمان الديفولت جيت واي، والليز اوبتيند اللي هو الميعاد اللي خد فيه الجهاز الاي بي ادرس، والليز اكسبايرز الميعاد اللي هينتهي فيه الـ IP address ده او الـ data ديت يعني. وادي الـ DNS servers. يبقى الـ IP config ده قدر يجيب لي بس معلومات مبسطة زي الـ IP address والـ subnet mask والـ default gateway، لكن الـ IP config slash all زي ما انتم شايفين جاب كل المعلومات الخاصة بكروت النتورك كلها اللي موجودة في الجهاز، زي الماك ادرس، زي الماك ادرس اللي انتم شايفينه، والاي بي ادرس، والديفولت جيت واي، وكمان جاب لي الليز اوبتيند والديفولت جيت واي والدي ان اس سيرفرز. اوكي، طب انا لو عايز ابنج على الديفولت جيت واي اعمل ايه؟ بدوس في امر مهم جدا، امر البنج، بكتب بينج، وبعد كده الـ IP address بتاع الـ default gateway. هو كده عمل لي reply، يعني الـ default gateway أو الراوتر اللي شغال عندي في البيت سليم مفهوش حاجة، بي reply. وبنلاحظ هنا إن الرد بيتبعت لي في عدد قليل جدا من الإيه، من الثواني، 7 ملي سكند و9 ملي سكند و2 ملي سكند، الرد بتاعه سريع جدا، فده بيدل ان الراوتر شغال بكفاءة. طب انا لو عايز ابنج بشكل ريبيتيتيف مش عايزه يوقف ابدا، بكتب بينج وبعد كده الاي بي ادرس وبعد كده داش وبعد كده تي، حرف تي زي ما انتم شايفين كده. وده طبعا ممكن تستخدمه عشان تعرف سرعة الانترنت عندك عاملة ازاي. لو لقيت الرد عالي او الرد بيوصل بسرعة 5 ملي سكند 3 ملي سكند زي ما انتوا شايفين، هتبص هتلاقي النتورك سريعة جدا او الراوتر سريعة جدا. وبعد كده لو حبينا نوقفه ندوس كنترول سي، وبكده تبقى انتهت حلقتنا النهاردة، ويا رب الفيديو يكون ممتع وجميل، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة بتاعتي، وشكرا جزيلا.